السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. رجوى سهلي من بعد الفيديو اللي خرجت به واللي دار ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفوا معها الناس بسبب داكشي اللي عندها، الله يكون لها في العون. يعني تعرضت للتشهير، خرجوا لها صور وفيديوهات لا حول ولا قوه الا بالله، فسبق ليها وعانات ودخلت المستشفى باش تعالج، بقى لحد الان كتعاني، وزادوها مشاكل ماديه اللي اضطرت على اثر ديالها تبيع كل شيء. فنشر على خاصيه ستوري مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بقات فيا بزاف قسما بالله، وكاع الناس اللي كانوا معها قلبوا عليها، وحتى صحاباتها ما عقلوا عليها. جاوباتها نهيد مون بيبي، ايوا شتي راه صاحبك في اي وقت يقلبوا عليك ويجي ضدك. رجوى كيف ما قلبتي وجهك على دنيا وهي في السجن، وجبتي الاعداء ديالها لعندك للدار. من بعد انا درت خدمتي باش حتى انتي يقلبوا عليك، دوك اللي درتي انتي فيهم الخير يقلبوا عليك، باش تحسي بديك اللي كتحس به دنيا مضروبه في الف. دابا ما غادي ينفعك حتى واحد، حتى ولد شينويه ما غاديش يعقل عليك. ايوا شتي، خاصك تسبقي ديما الناس اللي داروا فيك الخير وتوقفي في جنبهم باش الله يسهل عليك. دابا خديتي حقك، وانا نسيت الموضوع وانتقلت الى مواضيع اخرى. اي والله يدير شي تاويل ديال الخير. خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق.